كبيش استاذ القانون الجنائي. برحب بحضرتك معنا يا دكتور كبيش. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور انا عايز اسال حضرتك ويعني نفهم، لانه مجلس الوزراء النهارده وافق خلال اجتماعه الاسبوعي على تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه باضافه ماده جديده تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. الحقيقه ده يعني اللي احنا عايزين نفهمه، التصالح في الجرائم في المساله دي اللي هي برضو في اطار مكافحه الفساد وقضايا الرشوه، ايه رايك في التعديل والاثار المترتبه عليه يا فندم؟ هو بالنسبه لل هو في تعديل خاص بالماده 15 يا استاذ لبنى، اللي هو كان بناء على توصيه المحكمه بتعديلها، لانه الاصل كما تعلمين حضرتك انه التقادم بيبدا من تاريخ الواقع، تقادم الدعوه الجنائيه. يعني اذا مضت بالنسبه للجنايات مده 10 سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب الفعل اللي هو مكيف على انه جريمه، تنقضي الدعوه الجنائيه ولا يجوز اتخاذ اجراء فيها. المشرع كان في فتره سابقه يعني في الثمانينات تقريبا او التسعينيات عدل هذا الامر واستثنى منه جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات اللي هي الاختلاس والاستيلاء بدون وجه حق على المال العام والتربح والاضرار العام بالمال العام الى غير ذلك. وقرر انه لا يبدا احتساب مده التقادم الا من تاريخ زوال الصفه او زوال الوظيفه العامه، هذه الوظيفه العامه للموظف. يبدا احتساب مده التقادم حتى لا يفلت الموظفون العموميون من العقاب، لانه في الغالب بيكون في صعوبه في حال في التحقيق مع الموظفين العموميين احيانا اذا كانوا بيحتلوا مواقع قياديه. اما الباب الثالث فلم يكن يشمله هذا الاستثناء، الباب الثالث اللي هو المتعلق بجريمه الرشوه والجرائم الملحقه بها. فكل اللي حصل دلوقتي انه اضيف الباب الثالث الى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع، جريمه الرشوه وجريمه استغلال النفوذ، وباعتبارها ملحقه بالرشوه اصبحت ينطبق عليها ذات الاستثناء، فلا يبدا احتساب مده التقادم تقادم الدعوة أو سقوط الدعوة بمضي المدة إلا من تاريخ زوال الصفة أو انتهاء وظيفة الموظف. طب في قضايا الرشوة برضو في يعني في إجازة للتصالح دكتور كبيش ولا ما ينفعش؟ هو دلوقتي المشرع، أنا أعتقد أنا لم أقرأ النص الأخير للقانون، لكن أعتقد أنه يقتصر على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني اللي هي لا تسقط إلا مرور 10 سنوات من ترك الخدمة. لا لا لا، التصالح غير، يعني دي مساله مختلفه. انا كنت بتكلم على تقادم الدعوه فيما تحدثت عنه الان، تقادم الدعوه. فيما يتعلق بالتصالح حينضاف الباب الرابع من الكتاب الثاني اذا كان ذلك، اذا كنت اتذكر جيدا لان لم اطلع على القانون، ولكن يعني من خلال ما استمعت اليه اللي هي جرائم التربح والاستيله والاختلاس وما الى ذلك، وهي في الغالب هتقتصر على التربح والاستيله والاضرار العام بالمال العام. دي يجوز فيها التصالح وفقا لآلية معينة، يعني إذا قام الموظف العام برد المبالغ اللي هو متهم بالاعتداء عليه فممكن التصالح معه وإنهاء الدعوة الجنائية. احنا عندنا طبعا مادة 18 فقرة 18 مقرر به بتجيز التصالح في بعض الجرائم، ولكن في بمجرد تنازل المجني عليه، المجني عليه في الجرائم زي الضرب والنصب وخيانه الامانه والجرائم اللي هي اللي عددها القانون على سبيل الحصر، مجرد ان المجني عليه يقر بالتصرف مع المتهم تسقط الدعوه الجنائيه او تنقضي الدعوه الجنائيه. تمام. اللي حاصل دلوقتي انه هيضاف مجموعه اخرى من الجرائم او جنايات بقى، اللي ما كانش فيه جواز للتصالح في الجنايات الا في حالات محدده على سبيل الحصر. دلوقتي هنوسع من هذا النطاق حتى يمكن استرداد الاموال
او تدعيم الاقتصاد بالاموال بدل ما يحبس الناس. تمام، وضحت الجزئيه دي. طيب برضو فرصه اخد راي حضرتك دكتور كبيش، النهارده طبعا تطور مهم، قرار النائب العام بالطعن على حكم المحكمه وكلم على عوار قانوني وما الى اخره، لكن الحقيقه انا عايزه اناقش حضرتك في ردود الافعال، منها ردود افعال سياسيه، لان البعض اتكلم وتحديدا السيد حمدان صباحي قال لا يبقى لازم احنا هنا يكون في محاكمه استثنائيه او محاكمة سياسية للرئيس الأسبق، فلأي مدى الكلام ده يتفق مع صحيح القانون أو يتفق مع الدستور دستورنا الحالي؟ يعني شوف أستاذ لبنى، الحقيقة يعني مندهش بعض الشيء من حديث الأستاذ حمدين الصباحي، والفرض أنه هو رجل من يعني اللي قادوا الثورة أو كانوا ضمن الثوريين. يعني بطبيعة الحال الثورة دي قامت من أجل احترام القانون وإرساء مبادئ دولة القانون. وإحنا كم عانينا من الأحكام الاستثنائية ومن الخروج، فحينما يدعو إلى ذلك، أنا مش عارف هو يعني واخد باله ولا لا، حينما يدعو إلى محاكمات استثنائية وكأنه يدعو إلى الخروج على دولة القانون، ودي مسألة في غاية الخطورة. غاية الخطورة ليه؟ لأنه إذا ظنينا إن هي ستطال الآن زيدا وعبيد من الناس، فإن السماح بالمحاكمات الاستثنائية أو بالإجراءات الاستثنائية سوف يطال أي مواطن في مرحلة قادمة. يعني ده لازم إحنا ننتبه إلى هذه الجزئية، إن إحنا نمسك بدولة القانون يعني نمسك بتلابيد دولة القانون، ولا لأي سبب من الأسباب إن إحنا نسمح بالخروج على دولة القانون بأحكام استثنائية أو بمحاكمات استثنائية. شكرا جزيلا دكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقا، شكرا على وجود حضرتك معنا. أرجع للي قاله